دون أنصحح معلومة مغلوطة بخصوص التركيز العضلي، لأن الغالب يجي يسألني عن عطر وأرشح له عطر يقول لي يا أخي هذا تركيزه تواليت ضعيف ما راح يثبت. هذا غلط. أوكي منطقيا التواليت هو أقل تركيز في الزيت العضلي، يعني أقل من الأودو بارفام والبارفام والكسري دي بارفام، بس هل معناته أن التواليت ضعيف؟ لا، اللي يحكمك هي المكونات داخل قزازة العطر. وبعطيك مثال عشان تضح لك الصورة، مثلا عطر تيري دي إرمز نسخة التواليت، هذا العطر ثابت وفواح يجلس 11 ساعة 12 ساعة مع أنه تواليت. طيب عندنا عطر ثاني مثلا البولدي شانيل نسخة الأودو بارفام، مع أن منطقيا الأودو بارفام أكثر ثباتا، أنت في بالك كذا يعني أثبت من التواليت التيري إرمز، لا بولدي شانيل يجلس 6-7 ساعات مع أنه تركيزه أودو بارفام. وش اللي فرق؟ المكونات داخل قزازة العطر. فدائما خلك مركز على المكونات هي الحكم في الثبات، والفوحان مش تركيز العطر اللي هو أودو بارفام بارفام. معلومة أيضا بذكرها لكم مهمة جدا، العلاقة بين الثبات والفوحان في العطور علاقة عكسية. كيف عكسية يا ماجد؟ بوضح لك، كل ما زاد التركيز العطري زاد الثبات وقل الفوحان. طيب ليش؟ مع انه هو زاد الزيت المفروض انه يثبت ويفوح اكثر، لا الزيت بيصير ثقيل معناته بيصير تبخره بطيء، لانه ثقيل بيصير تبخره بطيء معناته فوحانه اقل، بس انه بيدوم فتره طويله لانه بيكون ثابت اكثر. وعكس صحيح، كل ما كان التركيز للزيت العطري في العطر خفيف صار تبخر الزيت العطري سريع، صار فواح اكثر بس انه ما يدوم اطول، يصير وقته قصير. فلذلك هي علاقة عكسية وتحتاج إلى عطار ماهر جدا عشان يجمع لك هذه النقطتين مع بعض، يصير العطر ثابت وفوح. فهذه نادر تصير في العطور، يا يكون ثابت فترة طويلة ويكون فوحانه قليل، يا يكون فواح جدا ووقته قصير.